مرحبا بكم مشاهدينا في حصه الطبخ لهذا الاسبوع. هذا الاسبوع انا قدم لكم وصفه شهيه. غنحاولوا اننا نبداو بالخبز. خبز نتاع درهم تقطعها بحال ما هكا بالنص، تخليها هكا تتحلى. كتجيب الوجبه ديالنا اللي هي البنانه، تديها بحال تتحلى هي، تحط التفصيل، تجيب التفصيل ضروري يكون عندك التفصيل باش تكون عندك التفصيل. كتقطعها قطع صغيره، كتلقى نص خبزه اللي وجدنا، كنديرها بحال هكا ترشوها صافي سالينا. تنزيد لها شويه نتاع الكمون والبزر، تكمل مبقاش ونخلو الوجبه ديالنا. كنديروها في الخبز اللي حلينا، كنديروها بحال هكا، كنديروها هكا وبحال هكا. وبهذه الطريقه سيداتي سالتي تكوني وفرتي راسك، سيدتي تكوني وفرتي على راسك الوقت والمجهود والتعب، وما كاين لا معلة ولا المعلقه الحسيه حتى على المعلم. طبسي شدي ومسحي الزيت، لما عندكش زيت سيدتي مسحي بشي حاجه بحال هكذا صافي، وكتغطي مع المعلم. شكرا جزيلا.